جميل متابعينا الكرام عون بن جابر الهاجري. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن متابعينا الكرام مشاهدينا الأفاضل نحييكم من جديد في هذا المساء ضمن هذه المنافسات وهذه الانطلاقات المستمرة والمتواصلة في هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز، في هذا الختامي الكبير في ثالث أيام هذا الختامي. هكذا انطلاقاتنا متواصلة ضمن هذه الأشواط العامة في سن اللقاية والخمسة كيلومترات. المنافسة والتحدي مستمر حتى هذه اللحظات. انطلق شوطنا الثاني عشر الذي يحمل في طياته القعدان اللقاية، حيث نتابع وإياكم ونشاهد الخمسة المراكز الأولى، البداية والمركز الأول. البداية والمركز الأول، أول الأسماء وشعار المركز الأول، يتقدم سعيد بن حمد بن سعيد بن حمد المري، يقدم لنا مشرف على المركز الأول، يتقدم في البداية. المركز الثاني القادم على المركز الثاني وصل شعار بن ذروة محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري، يقدم لنا الرهاوي، يتقدم بن ذروة من المركز الثاني نحو المركز الأول. المركز الثالث حيث القدوم حيث التقدم والانطلاق وصل محمد بن حمد بن عتيق البريد المري، يقدم لنا صايب، يتقدم صايب من المركز الثالث نحو المركز الأول. المركز الرابع وشعار هجن السيلية القادمة من دولة قطر الشقيقة، يتقدمون مع البصير، يتقدم البصير على المستوى الرابع. المركز الخامس وصل شعار وتقدم العثة بن خزع العثة العامري، يقدم لنا طريف من يتقدم على المركز الخامس القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن متابعين الكرام مشاهدين الأفاضل، أذعت الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، المندفعة في الأمام، المحيط الذهبي الأقرب إلى الفوز، الأقرب إلى الانتصار، حيث العودة إلى البداية، حيث المركز الأول يتقدم هنا وينطلق على المركز الأول مشرف على البداية وشعار سعيد بن حمد بن سعيد المري، يقدم لنا مشرف. بينما الأسماء الشعارات التي تدخلت من أجل المركز الأول، من المتسلل، من المتقدم؟ هنا شعار علي بن محمد بن زيد بن ديلة المري، يقدم لنا حرب. من يتقدم على المركز الأول؟ يتقدم شعار بن ديلة ليقدم لنا حرب، يتقدم على المركز الأول، يستمر بالعطاء في الكادر العلوي. يا سلام، أرى الأسماء، أرى الشعارات التي تقترب رويدا رويدا من أجل الفوز والانتصار. وشعار بن ديلة يقدم لنا حرب على المركز الأول، ولكن الاسم القادم وصل شعار العثة بن خزع بالعثة العامري، يقدم لنا طريف، يتقدم على المركز الثاني، يتقدم العامري.
العمري ليتقدم مع طريف المركز الثالث. وصل شعار بن ذروة، وصل هنا المري محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري يقدم لنا الرهاوي. يتقدم بن ذروة من مركز إلى مركز. المركز الرابع وصل مشرف وتقدم شعار سعيد بن حمد بن سعيد المري. المركز الخامس وصل شعار مبروك بن مانع بن دواس العامر يقدم لنا رهيفان. هكذا النداء الثاني، ورويدا رويدا نقترب إلى خط النهاية، نقترب من كلمة النوماس، نتكلم عن آخر الأمتار. نعم نتكلم، نقترب رويدا رويدا من لائحة الكيلو، الكيلومتر الأخير، نقترب من اللائحة الأخيرة، اللائحة الإعلان الهام. كيلومتر أخير، كيلومتر خطير، وروح من البداية، روح العثة بن خزع بالعثة العامرية، روح مع طريف. ولكن القادم وصل شعار حسين بن علي بن حسين المري، روح يا العابر، روح يا العابر. وصل شعار وتقدم هنا، يتقدم فلاح بن جلوي بن سبعان العجمي. وصل سنجار، وصل سنجار، ولكن العابر، العابر وطريف، الحوار الثنائي في البداية الأولى. روح يا راعي العابر، روح يا راعي العابر، روح بالفوز، روح بالانتصار، روح بالنوماس الغالي. العابر، العابر حسين بن علي بن حسين المري يتقدم مع العابر، ينطلق على المركز الأول، ينطلق على البداية الأولى مع المركز الأول في الصدارة الأولى. يتقدم العابر، ينطلق على المركز الأول، مهدي الفوز ومهدي الانتصار، مهدي الفوز ومهدي الانتصار. ولكن الاسم القادم وصل شعار عبد الله، ولكن عفوا علي بن محمد بن زيد بن ديل. ولكن العابر، حرب والعابر، حرب والعابر، حرب والعابر، حرب والعابر، آخر الأمتار. العابر، العابر، من ذهب بالسلام إلى دولة قطر الشقيقة بشعار حسين بن علي بن حسين المري. المركز الثاني، المركز الثاني شعار علي بن محمد بن زيد بن ديله المري، كان حضوري حرب. والمركز الثالث، المركز الثالث حضرت نجار فلاح بن جلوي بن سبعان العجمي. والمركز الرابع، المركز الرابع حضر شعار سعيد بن حمد بن سعيد بن حمد المري مع مشرف. المركز الخامس بالإعادة إفادة. إذن متابعينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، تهانينا وألف مبروك من كان حاضرا في الشوط الماضي. كان حضور العابر قاطع مسافة 5 كيلومترات بتوقيت وقدره. هنا 8:14، هنا 55 جزءا من الثانية. المركز الثاني حضر حرب علي بن محمد بن زيد بن ديله المري، 8:14، 60 جزءا من الثانية. المركز الثالث حضر شعار فلاح بن جلوي بن سبعان العجمي مع سنجار، كان توقيت سنجار 8:16، 51 جزءا من الثانية. المركز الرابع، وكان حضور المركز الرابع، المركز الرابع مشرف، هنا شعار سعيد بن حمد بن سعيد المري. والمركز الخامس حضر مبلش وشعار حمد بن مبارك الجربوعي المري. إذن متابعين الكرام، مشاهدينا الأفاضل،
انقضت أشواط الفترة المسائية بسلام وبفوز وانتصار وحظا أوفر للآخرين لمن لم يحالفهم الحظ. هكذا نشاهد وإياكم نتيجة الشوط الماضي، وكان العابر محققا المركز الأول. نشاهد وإياكم في الفترة المسائية من هو أفضل توقيت زمني سجل من مسافة 5 كيلومترات. نتابع وإياكم عبر شاشات قناة الرياضية الناقلة للحدث الهام، وكان التوقيت الأفضل. هنا غلا حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي 7:58 63 جزءا من الثانية، يسجل كأفضل توقيت في الفترة المسائية. لا نقول وداعا ولكن إلى لقاء يوم الغد بمنافسات سن اللقايا.